يعني بمنتهى الامانه وخلينا نبقى واقعيين برضو جدا، احنا يعني احنا عندنا عماله زائده في القطاع الحكومي مؤكد، لما نتكلم على 6.4 مليون موظف مؤكد ان هم عماله، يعني في عماله كتيره منها زياده، لكن انا بدات بشكل واضح ان احنا نسبتها قد ايه الزياده دي؟ يعني شوفي انا مش عايز يعني اقارن بدول كتير، لكن احنا بنتكلم على 6.4 يعني نتكلم على واحد لكل يعني موظف عام لكل 13 نسمه مثلا في المتوسط في مصر، فده طبعا يعني عالي جدا، في دول كتيره بتبقى 1 لـ50 1 لـ100 واحد، يعني ده المؤشرات العالميه اللي معروفه، فلكن ده ما يعنيش برضه، لان انا في حاجات الحقيقه التعريف مش واحد، وعشان كده برضه احنا من الحاجات اللي اكدنا عليها هو من هو الموظف العام، يعني ما هو تعريف الموظف العام، مش كل من بيقبض مرتبه من الموازنه العامه للدوله هو موظف عام، وبالتالي احنا بدانا في القانون الجديد ان احنا بنقسم مجموعات وظيفيه بحيث يبقى انا عندي 4 مجموعات أساسية، وما ينفعش إن أنا أتنقل من مجموعة لمجموعة، يعني ما ينفعش أتنقل من مجموعة لمجموعة، أنا دخلت وفي كارير باس وفي يعني في مسار كده وظيفي أنا ماشي عليه بحيث إن هو ده اللي هوصل فيه في النهاية، وده الحقيقة اللي خلانا برضو نعمل حاجة يعني أعتقد إنها هتبقى طفرة كبيرة جدا، هي تحويل ادارات ادارات الشؤون العاملين اللي هي حاليا اسمها اداره شؤون عاملين الى اداره موارد بشريه بالمعنى الدقيق لكلمه موارد بشريه، وهنا ما كانش المقصود ان انا بشيل يافطه وبحط يافطه، لكن ان احنا عندنا حقيقه مشروع مهم جدا بنعمله مع الجي اي زد مع الجماعه الالمان بيدعمونا فيه دعم كبير جدا، احنا في مارس اللي جاي ان شاء الله هيبقى عندنا تقريبا تعميم للتجربه على مستوى كل الاجهزه الاداريه للدوله بحيث يبقى فعلا عندي إدارة بمعنى كلمة إدارة موارد بشرية، وشايفة الموظف وهو داخل وعارفة عايزة منه إيه بعد 10 سنين وبتخططه أشغله. وشغله